بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ سليمان منادي، سلسلة دروس اللغة الإنجليزية تلاميذ الباك إن شاء الله. في الدرس اليوم راح نبدأ بالكونديشن. الكونديشن وشنو هو؟ هو الشرط. الكونديشن اليوم يعتبر مدخل إلى الكونديشنالز، يعني الأنواع الأخرى تاع الشرط. هذا يعني يعتبر نوع من أنواع الشرط، واللي يقدر يمثل لنا تايب 1 في الكونديشنز اللي راح نطرقوا عليه ان شاء الله في الدرس على الكونديشنالز كي يجي وقته. نبدا بالكونديشنالز باكزامبل اللي هو يو ويل سكسيد بات اونلي اف يو فولو يور دريمز. واش معناتها؟ معناتها راح تنجح مي ا كونديشن، معناتها بشرط انه فولوين يور دريمز، معناتها تتبع الاحلام تاعك. كيفاش هذه؟ عندنا المين كلوز. المين كلوز واللي هو العفسه اللي راح تتحقق اذا تحقق الشرط، واللي هي في هذه الحالة you will succeed، معناتها راح تنجح. راح تنجح صح وقتاش؟ only if، معناتها في حالة ما إذا you follow your dreams، في حالة ما إذا تبعت الأحلام تاعك. واللي هذه you follow your dreams تعتبر subordinate clause. subordinate clause واللي هو الشرط تاعنا اللي لازم يتحقق باش تحقق لنا العفسة اللي رانا نحوسوا عليها. بون، في الكونديشن عندنا هنا هذو الأدوات اللي نستعملهم، عندهم نفس العمل تاع but only if، واللي هي نورمالمون ثاني عندها نفس الخدمة تاع if حد ذاتها، واللي راح نطرقوا لها في conditionals. في هذه الحالة كما قلت لكم في الديبي يعتبر type 1، واللي هذه تعتبر عفسة مهمة في الدرس الجاي تاع conditionals. عندنا verb in the future. future يعني يقدر يكون لنا كما هنا في هذه الحالة you will succeed، معناتها will plus استمتع الفيرب تاعنا، ولا قادر يكون في اي طريقه ولا اي فورم راح تعبر لنا على المستقبل. فور اكزامبل كي نستعملوا كان، كان في بعض الحالات تقدر تعبر لنا على الفيوتشر، معناتها فور اكزامبل you can succeed but only if you follow your dreams. عندنا حاله ثانيه واللي هي going to. going to ثاني قادر تعبر لنا على الفيوتشر، ونقدروا نستعملوها في هذه الحالة you are going to succeed but only if you follow your dreams. وش معناتها؟ معناتها عندنا الverb in future، عندنا أي صيغة قادرة تعبرنا على future. number one واللي هي كي نخدمه will plus استعم. number two نقدروا نستعملوا can واللي قادرة في حالات تعبرنا على الفيوتشر. number 3 رايحين نخدمو going to، معناتها to be plus going plus infinitive. الانفينيتيف تاع الفيرب واللي هي for example هنا كي قلنا you will succeed، معناتها او you are going to succeed. سمعنا to succeed هي الانفينيتيف تاع الفيرب تاعنا. بعدها بعد ما نشكلوا المين كلوز تاعنا رايحين ندخلوا الكونكتين تول اللي رايحين نخدموا بها واللي هي اداه الربط. اداه الربط قادره تكون واحده من هذه الست حالات في حاله على الكونديشن هذا تاعنا. عندنا providing that، عندنا provided that، عندنا as long as، so long as، but only if، plus and finally only if. بعد ما نستعملوا هذا الكونكتور تاعنا رايحين نبداو نشوفوا في subordinate clause تاعنا واللي راح يكون الفيرب تاعها in the present simple. انت عارفه سهله. for example هنايا عندنا هاو الفيرب، الفيرب راح يكون لنا follow، هذا الفيرب تاعنا. الفيرب كما رانا نشوفه هنايا راهو في السيمبل بريزنت، هكذا راح يتشكل لنا الكونديشن انتان. بون جيسبر تكونوا فهمتوا بيان. دوكا نبداو في ليزيكسيرسيس، تقدروا تحبسوا الفيديو وتسيو في هذه الامثله وحدكم قبل ما نبداو في الحل نتاعهم. عندنا هنايا في ليكسيرسيس في هذا ليسباس راح نديروا الكونيكتور تاعنا، والفيربس بين براكتس رايحين نحطهم في الرايت فورم نتاعهم. بوز الفيديو دروك
وسي في الاكزامبلز اللي راهم قدام الضرب. بون نبداو نحلو كيف كيف. عندنا في المثال الاول شي يقول لك يو كان فيس ذا وورلد امتي سبيس يو بلس الفيرب تو بي prepared to win. واش معناتها؟ معناتها تقدر تواجه العالم اذا اللي راح نستعمل الاداه تاعنا هنا كنت مستعد باش تربح. في هذه الحاله في المين كلوز تاعنا استعملنا الفورم تاع كان باش نكسبريسي ولا باش نعبروا على الفيوتشر. في هذا الكونيكتور راح نستعملوا اي واحد من الكونيكتورز اللي سيتيناهم ديجا. نبداو فور اكزامبل بات اونلي اف سمعوا شنو اللي عندنا. يو كان فيس ذا وورلد بات اونلي اف but only if you كما قلنا في الديبي المين كلوز تاعنا استعملنا فيها الفيوتشر ولا صيغه تعبرنا على الفيوتشر. السبوردينيت كلوز راح نستعملوا فيها السمبل بريزنت. سما عندنا سمبل بريزنت تاع الفيرب تو بي مع يو راح يكون يو ار. كيفاش تولي لنا الجملة تاعنا؟ You can face the world but only if you are prepared to win. أنت تقدر تواجه العالم في حالة ما إذا كنت مستعد باش تربح. نروحوا للمثال الزوج تاعنا. عندنا You plus عندنا الverb to be هنايا the world champion أداة تاعنا. You مع الverb to train very hard. بالمعنى تاع الجملة تقدر تكون بطل العالم إذا انترينيت بيان كوم يلفو. اش عندنا هنايا؟ في هذه الحالة بون كيفاش نقول لكم؟ أبار إذا في الامتحان ولا في السؤال ما شرطش عليك تستعمل كان أور another form of future ماذا بيك تستعمل البيزيك فورم تاع الفيوتشر واللي هي will plus stem. في الحالة تاعنا هذه عندنا الverb to be راح نديروه في الفيوتشر كما قلنا في المين كلوز تاعنا الverb توجور يجينا في الفيوتشر. You will be the world champion. دركا الأداة أي أداة من اللي استعملناهم نستعملوا هنايا providing that والله نستعملوا only if يعني هما قاع كيف كيف بصح يعني انت وغوستوك سما وشي يساعدك تستعمل. نستعملوا only if only if only if you عندنا هنايا في السبوردينيت كلوز قلنا نستعملوا simple present معناتها تاع الجملة اللي فيها الشرط نتاعنا ولا الشرط تاع اللي لازم يتحقق باش تحقق لنا هذه العفسة لازم الفيرب تاعها يكون في simple present. عندنا الفيرب to train simple present هو نفسه train. Only if you train very hard. Alright. شادنا بالمعنى تاع الجملة You will be the world champion أنت راح تكون بطل العالم only if فقط إذا you train very hard فقط إذا تمرنت بجد كبير ولا بجهد كبير. نروحوا المثال الثالث تاعنا Anyone can do anything space they only or they مع الverb to want to. كيفاش راح تولي لنا هذه؟ عندنا هنا في هذه الجمله كما المثال الاول تاعنا استعملنا can to express future معناتها استعملنا لا فورم تاع ولا الverb ولا can باش
نعبره على الفيوتشر. في هذه الحالة عندنا anyone can do anything، معناتها أي واحد قادر يدير أي حاجة space، واللي هو راح تكون أداة شرط إذا they want or they too want to، معناتها إذا كان حاب ولا كانوا حابين. في هذه الحالة نبداو anyone can do anything. الأداة اللي راح نستعملوها نستعملو as long as، as long as they want to. كما قلنا الجملة subordinate تاعنا subordinate clause الverb تاعها راح يكون لنا في simple present. simple present تاع الverb to want هو want. اش معناتها كيفاش تولي لنا anyone can do anything as long as they want to. نروحو المثال الرابع تاعنا the back exam is going to be easy space you verb to study well for it. معناتها الاكزام تاع الباك راح يكون سهل في حاله ما اذا قريت له بيان. اوكي نبداو ان the back exam is going to be easy. في هذه الحاله استعملنا going to باش نعبروا على الفيوتشر. اوكي كما قلنا كاين ثلاث حالات، ممكن كاين حالات اخرى. استعملنا the back exam is going to be easy، معناتها رايح يجي ولا رايح يكون سهل. You study well for it، معناها يعني verb to study. رايحين دركا في بلاصة الكونكتور نستعملو اش من كونكتور نديرو كونكتور provided that. provided that the back exam is going to be easy. provided that you كما قلنا الverb تاعنا هنايا تاع subordinate clause toujours يجينا simple present سما عندنا study well for it. نجو للمثال الخامس والاخير تاعنا اش فيه you can use my phone، انت تقدر تستخدم التليفون تاعي. connector you الverb to go plus not معناتها الverb to go في negative form through sensitive information، معناتها تقدر تستخدم التليفون تاعي مي ما لازمش تشوف صوالح بريفي. you can use my phone معناتها تقدر تستخدم التليفون تاعي. نديرو الكونكتور so long as you عندنا الverb to go in the simple present بصح في هذه الحالة راه في النيجاتيف فورم سما لازمنا نستعملو الأوكزيلري to do. كيفاش عندنا هنايا so long as you do not go through sensitive information. أنا تقدر تخدم التليفون تاعي كما قلنا so long as ما دمت you don't go through sensitive information مادام ماكش راح تشوف ولا ماكش راح تفوت صوالح sensitive معناتها حساسة. okay well I hope you understand this lesson. it was quick and as every other lesson in the English summary for you back students. bon هذا الدرس خفيف كما كامل الدروس اللي عندكم نتوما اللي جيتي تجيو تاع الباك سما من ناحيه لونجلي راهي سهله بزاف ما لازمش فريمون تحيروا منها and good luck.